كل عام وانتم بخير وعيد الله عليكم مبارك. مثل ما وعدناكم مستمرين معاكم خلال ليالي العيد، واليوم اول ايام العيد، وسؤالكم يقول: والدان وولدان بسيارة وعدد اللي في السيارة 3، شلون؟ فكروا معانا. أربعة، أنا عندي مشكلة، يقولون لي 3، شلون؟ والدان وولدان، عددهم يقولون لي 3، أنا مستغرب الصراحة. أنه نفس الوالد للولدين؟ بس شلون صاروا والدان وولدان؟ المفروض يكون والد وولدان. والدان؟ حيروني في هالسؤال. اه والله. انتوا بعد؟ واحد مش. انا احس انهم غلط. بس هم غلط، يعني 4 المفروض. بس صح، يقولون صح، مصرين انه صح. بالسيارة هم؟ اي بالسيارة. واحد بيشوف. ولدان أربعة أشخاص. هنا المشكلة، العدد 3، شلون؟ ولدان ووالدان. أيوة، يعني أم وأب وولد وولدين. أيوة، العدد 3. أيوة، هالمشكلة اللي أنا مواجهها الصراحة وأدور لها حل. أبي حد يساعدني ويحل لي هالمشكلة. أفهمك. والدان وولدان. ولدان عددهم 4، 3. أنا نفسي أقول 4، بس شلون؟ ليش يقولون لي 3؟ شلون؟ ده لو الولدان توأم ملتصق. يركب والدان وولدان في سيارة، كم عددهم؟ 3. شلون؟ أم وأبو. زين. حصل 4. ولدان. وولدان. إيه، هذا ولد هو نفسه. ولد واحد، ولد الاثنين. يعني الأب يقول له ولدي، الأم تقول له ولدي. غير. الحين هي بالبسيط يعني 4، إذا أمور واضحة. هم 3. بس والدان وولدان، شلون؟ والله. فكر. والدان. وولدان. أم وأبو تقول لي غلط. أجل في أبو واحد، عيال اثنين. والدان. إي. أبو واحد. لا ما صح، هم 3 يعني. لو قلت لك والد بقول لك صح، الأب واحد. لا، إن في والدان. أيوة. زين، يعني في 2 رجال. زين. هم أبهات. وولدان. واحد من واثنين عياله. يعني 4 صار. لا. بل أنت تقول لي في أبهات 2. الحين إذا أنا مع عيال 2. زين. أنا والد، أنا أبوه، أنا والد. حلو. وهو والد اللي معه. والدان. كم عددهم؟ والدان. 3. الحين صار والدان 2. ايوه، واحد 2 وولدان. أيوة. ولدك؟ ولده. هاي 3. اجابه صحيحه. الف مبروك. الله يبارك. وعيدكم مبارك. الله يسلمك. علينا عليك، تبارك ان شاء الله. تستاهلون، ربحتوا معنا جائزه من دماس المجوهرات، وجائزه من الجزيره العطور، وجائزه من هوم زارس، وجائزه ايضا من شوبان للحلويات والتمور، وعندكم من مركز ماربل الطبي ومن الميرا المواد الاستهلاكيه. مشكور يا غالي. طول عمرك. احسنت عليك. سؤالكم يقول: ما هي أسرع عضلة في جسم الإنسان؟ فكر معانا. أسرع عضلة في جسم الإنسان؟ أيوة. الأجر. آه. هذا شو يسموها؟ شو يسموها؟ الركبة. الركبة؟ إيه. ولا؟ هاي شو يسموها؟ الساق؟ الاجر. القدم؟ رجلين. الرجلين؟ رجلين لما بتمشي ما اسرع شيء. بس من الاسرع، اليمين ولا اليسار؟ اثنيناتهم مع بعضهم نمشي معهم. شوف، العيد علينا وعيديتك عندنا. ايه. بس انت لازم تكون سريع في الاجابه. فابي اسرع عضله في جسم الانسان. القلب. اوكي. عضله القلب اسرع؟ ايه. سريعه؟ لانه بتدق بسرعه. الحين قلبك يدق بسرعه؟ متوتر من الاجابه ولا؟ لا، مش عضلة القلب، إنه هي بتضل شغالة. عضلة القلب إذا ربحت معانا بتدق بسرعة، وإذا خسرت بعد عادي نكون كسبنا شوفتكم. ونقول لك كسبت معانا شوفتي، والله يجزاك خير. ما قصر. ها
اسرع عضله في جسم الانسان. ايوه. متوترين انتم عشان كذا القلب السريع حاليا بس. ايوه انا انزين. عضله القلب، عضله الفك. انا اطول في الاكل الصراحه. عضله اخذ راحتي يعني، اكل شوي شوي على شوي شوي. الرجل لا عندنا يمين وشمال. يلا عيدياتكم عندنا يا مسهل. جاوبوا قول. انت بتهبط على طول. قول اذا جاتك اجابه عطني اياها على طول، يمكن تطلع صح. عضله الرقه للترنس بقى. لا صعب. الايد كاتف. اليد كتف. الكتف. ما هي اسرع عضله في جسم الانسان؟ اسرع عضله في جسم الانسان. ايوه يلا بتاعت العلوم ايه. اسرع عضله في جسم الانسان وين بتكون؟ اللسان. اللسان ايه؟ لا ما اقول لك، ما عندوش عضله بعد. عضله القلب اعتقد. القلب اسرع عضله. اسرع عضله ممكن تكون انشط عضله. انشط او مستمره دائما بس مش اسرع. ما انا بديش في التفاصيل، لكن مش القلب. مش القلب. لا تدخلوني في شيء مو باختصاصي. اسرع عضله انا اعرف المعلومه بس تفاصيلها ما اعرف. ايوه هي لو مش القلب هتبقى ها ايه لهما. لا عندك انت، انت المفروض تساعدها مو بيساعدك. اللي هي الاسنان، عضله الاسنان يعني. الفك. لا قالوها، قلت لهم لا. العين. ايه عين. العين شلون؟ العين ال بتاعت الحركة بتاعت العين، الرمش اللي هي الحركة بتاعت العين دي. يا عيني على هالإجابة. اليمة واحد كده. هاي الإجابة الحلوة اللي نبيها احنا. ألف مبروك. الله يبارك. إجابتك صحيحة تستاهلون القاري يا جماعة. ده كان حلم من أحلامها على فكرة. الله. تحقق الحلم وربحت معانا أجمل. قولي المول تقولي فكر معانا. الله فكر فيني يا بنتي، خلينا بس نشوف. شفتونا يعني؟ لا فكر معانا وفكر والله بيصبري بس. ها شوف. تستاهلون، ربحت معانا جائزة من دماس للمجوهرات وجائزة من مركز ماربل الطبي، وايضا جائزه من فندق ذا تشيدي، وجائزه من هوم زاراز، وعندكم جائزه من شوبان للحلويات والتمور، وايضا من الميرا المواد الاستهلاكيه، وجائزه من الجزيره للعطور. الف مبروك. الله يبارك لك. الله يسلمك. سؤالكم يقول: كم يبلغ عدد روافد نهر الأمازون في أمريكا اللاتينية؟ فكر معانا. كم عدد الروافد؟ يلا يا جماعة عيد، العيدية علي. أربعة؟ لا، أكثر بكثير كثير كثير. عشرة. هاي أكثر بكثير كثير كثير؟ بقول لك أكثر من 100. 150. أكثر من 200. 250. أكثر من 300. 350. 400. 450. أكثر من 550. ما أخذ 100. كيف حالكم؟ الحمد لله. شو أخباركم؟ كل عام وأنتم بخير. بخير صحة وسلامة. سؤال بسيط يا الله جماعة. الله يستر إن شاء الله. جاوبوا والعيدية علينا. بارك الله فيك. أنت ما شاء الله فريق. أبي أرقام. سمعوني أرقام. السؤال يقول لكم عدد روافد نهر الأمازون اللي في أمريكا اللاتينية. عطون. لا تبخلون، عطوني أرقام. فوق مئات. Oh it's in the hundreds. كم؟ 150. 150 لا. 200. 200 لا. كم؟ 50. لا أكثر. يعني أكثر. 400. لا بعد أكثر. أوف. 800. 800. أوكي. 1100. صحيح. إجابة صحيحة. ألف مبروك. وعيدكم مبارك، تستاهلون. بارك فيك يا رب. الله يسلمك. ما شاء الله.
جابتها بالضبط. ما شاء الله. 1100. ما شاء الله. شاطرة. وتستاهلون. ألف مبروك الجوائز يا جماعة. ما شاء الله. شفتوا يا جماعة؟ أعطوني أرقام، جربوا حظكم، صوروا معاكم، تطلع إجابة صحيحة وتستاهلون. شاطرة. جائزة شاطرة. ربحتوا معنا جائزة من دماسة المجوهرات ومن مركز ماربل الطبي. ما شاء الله. وأيضاً من فندق داتشيلي. وجائزة من هوم زاراس. وجائزة من شوبان للحلويات والتمور. وجائزة من الميرة المواد الاستهلاكية. وأيضاً جائزة من الجزيرة العطور. ألف مبروك. سؤالكم يقول الجنون فنون وقلة العقل. أبي منكم كلمة واحدة وفكروا معانا. الجنون فنون وقلة العقل. على نفس الوزن. عبقرية. لا. عبقرية. لا. حاجة قريبة منها صح؟ الجنون فنون وقلة العقل. نقص. كلمة واحدة. بس قلت؟ نقص يعني؟ لا. غير. أنت ماشي صح. قلة العقل. عجز ضعف. حولها في تحسن. عيدية نعيد عليك. الجنون فنون وقلة العقل. ايش فيها؟ كلمة واحدة. كلمة وست هدايا. العيدية علينا. يلا. ها الجنون فنون وقلة العقل. الجنون فنون. الجنون فنون. أول مرة أسمع. من عندي. أول مرة أسمع. والله مساعة قطع جنون. وقلة العقل جنون؟ إيه. تسون. تمون. تمون. جنون فنون. أيوة. وقلة العقل. أبي كلمة. نعمة. شنو هالكلمة؟ نعمة. نعمة؟ نعمة؟ أيوة. بعيدة. راحة. بعيدة والله. راحة. راحة؟ راحة نعم. لا بعد بعيدة. نفسكم أنا والله مستغرب. نعم. أي والله. قلة العقل. فقر؟ فقر؟ نقل؟ ها؟ نقل؟ لا. ولا فقر؟ لا. الجنون فنون. الجنون فنون. حلو؟ اتفقنا؟ ايوه. وقلة العقل فراغ. ابي كلمة. جنون؟ لا. جنون فنون وقلة العقل. فكروا 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 فكروا. الجنون فنون وقلة العقل. ايوه. قلة العقل. يعني انت تحمسني كأنك بتقول الاجابة وما تعطيني الاجابة. ترفع معنوياتي. الجنون وتنزلها. قلة العقل. ميسور ولا هي فنون وتكون يعني مجنون. انت لحن في السؤال انا ابي الاجابه وانت لحن في السؤال. الجنون فنون وقلة العقل. وقلة العقل مصيبه. ايوه. الجنون فنون وقلة العقل مصيبه. مر عليك المثل؟ مر علي المثل. سامعه؟ ان شاء الله. وانا اقول الصراحه مصيبه ان ما جاوبت. نقول لك الف مبروك اجابه صحيحه تستاهل. يا جماعة اللي جاوب صح ياخذ منه أحلى عيدية ونقول لك ألف مبروك تستاهل. ربحت معانا جائزة من دماس المجوهرات وجائزة من شوبان للحلويات وأيضا جائزة من الجزيرة العطور وجائزة من مركز ماربل الطبي وجائزة من هوم زراس ونقول لك أيضا جائزة من الميرة المواد الاستهلاكية. ألف مبروك تستاهل. الله يبارك. الله يبارك. سؤالكم يقول ما هو العدد الذي ضعفه يساوي نصفه؟ فكر معانا. عدد ضعفه يساوي نصفه. عدد ضعفه يساوي نصه؟ عدد. فكر يا زين انت شاطر في الماس. لا تضغطون على الاولاد خلوهم انتم فكروا. نص؟ لا يلا. نص؟ ربع زائد ربع. قلت نص؟ آه. ما هو العدد الذي ضعفه يساوي نصفه؟ ها؟
2. شلون؟ رقم 2. رقم 2؟ صراحة حظك حلو، جاك أسهل سؤال. حلو. إن شاء الله بتأمنين العيدية. يقول لك السؤال، ضعفه يساوي نصفه. 4. عندي إحساس إنك بتربح. إن شاء الله، على وجهك إن شاء الله. سهل إن شاء الله. إن شاء الله. يبين والله. إن شاء الله. إن أنت بتربح إن شاء الله. يا رب. اللي مروا علي الثلاثة الله يسامحهم. إن شاء الله علينا. تفرحني. بدي أفرحك إن شاء الله. وبي العيدية حق الأطفال. الله يعطيك الصحة إن شاء الله. الله يعافيك. يقول لك السؤال. عدد ضعفه يساوي نصفه. عدد ضعفه يساوي نصفه. أيوه. فكر. ضعفه يساوي نصفه. يساوي نصفه. أنا ثقتي فيك عالية. لا تخيب ظني. لا إن شاء الله بس. افكر شوي. ايوه افكر. لا لا تستعجل. ها اذا مو واثق ها لا تستعجل. لا لا تخلينا نزعل. يمكن ما نام الليل. لا ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ضعفه يساوي نصفه. يلا ضعفه يساوي نصفه. بسم الله. بسم الله. يلا والله صعبت علي شوي. الله يعطيك الصحة. الواحد للأسف خيبت ظني. هاي مسميه سؤال العيدية اللي جاوبه بياخذ أحسن عيدية عندنا إن شاء الله. ما هو العدد؟ ركز معي. عدد ضعفه يساوي نصفه. كم حد سألته ثم جاوب؟ 4. أنا الخامس. أيوة. شكله أنا الخامس. لا 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 صفر. صفر؟ شلون؟ هسا إذا اعتبرنا العدد صفر على إنه عدد صحيح، إذا بدنا نضعفه تمام؟ حيطلع معي صفر، فهو نفسه، وإذا بدنا نضعفه وإذا بدنا نعمله للنص حيطلع كمان برضه صفر، فبرضه حيطلع نصف العدد صفر. يعني في النهاية نصف؟ في النهاية الصفر، أي عملية حسابية تعملها عليها حيعطيك صفر، إذا أخذته إذا ضربته باثنين حيعطيك صفر. وإذا أخذت نصفه يعطيني صفر، ربعه صفر. اقتنعت صراحة. صح. أنا مقتنع، أنتم مقتنعين؟ يستاهل؟ فاز على سؤال العيدية؟ فاز، ألف مبروك تستاهل. الله يبارك فيك، الله يسعدك. أعطونا العيدية. ربحت معنا جائزة من دواسن المجوهرات. وعطور من الجزيرة للعطور، وأيضاً من مركز ماربر الطبي، ومن شوبون للحلويات والتمور، وأيضاً جائزة من هوم زاراس، ومن الميرة المواد الاستهلاكية، ألف مبروك تستاهل. شكراً شكراً، الله يبارك. الله يسلمك. كم يقول أكمل أكرم نفسك عن كل كلمة واحدة وفكروا معانا. أكرم نفسك عن كل لا صراحة مش عارفة. لا ضيق عن كل عن كل ضيق. إحنا نبي نفرجها ونبي صح. الإجابة الصحيحة صح. والله العظيم صح. عطنا إجابة ثانية. عن كل ود لا ودي الجواب صح والله صح. أكرم نفسك عن كل فراغ. أبي كلمة واحدة. ماسية. حلو. حماس. بس لا. يلا. أكرم نفسك عن كل خطيئة. خطيئة. استمري. أنا أقول. رجس نفسك. رجس. 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 أنا أفضل أن تروح مع المتابعين والمشاهدين وتم أنا مع الوالدة تجاوبني. ما شاء الله عليها حماس. أجوبتها حلوة بعد. ها لا. بعد استمروا. نفسك عن كل حرام. بعد استمري. لا. قالت خطيئة. لا. متأخر أنت. نفسك عن كل كلمة واحدة هي صح؟ كلمة واحدة. مذلة. قريبة أنت حول الإجابة. كل مشأمة. أبي اللي في النص اللي جاوب. أنت حولها. معصية حكينا لا. أيوة. قلنا معصية. خطيئة مذلة شر. شر. مشاهدنا ومتابعنا عندك كلمة؟ الله تشجيع هو جاي تشجيع جاي شجع. أكرم نفسك عن كل عن كل منكر عن كل بخل لا شيء سلبي أكيد. أكرم نفسك عن كل سوء يعني نفسه حولها.
أكرم نفسك عن كل فراغ. كلمة واحدة. كلمة. سؤالك صعب المرة دي، احنا متابعينك كل يوم على الفطار. السؤال سهل. الواحد يكرم نفسه عن شنو؟ كل شنو؟ زلل. دنيئة. دنيئة. زلل. دنيئة. دنيئة. شنو هي الدنيئة؟ شيء سيء. نفسه بس غير حركاتها. دناءة. لو شخص. دنيء. حلو. يعني اكرم نفسك عن كل دنيء. دنيء. وجاوب كانك انت اللي مجاوب. كسبنا احنا ولا عندك؟ كانك انت اللي جايبها. والحين اسئلتي صارت صعبه؟ لا ما شاء الله عليك، يعني ربنا يبارك لك. والف مبروك، وربحتي معانا جائزه من دماس المجوهرات، وجائزه من الجزيره العطور، وجائزه من شوفان للحلويات والتمور، وايضا جائزه من هوم زاراس، وجائزه من مركز ماربل الطبي، ومن الميره المواد الاستهلاكيه. الف مبروك، تستاهل. كل عام بخير. خلصت أسئلتنا في أول أيام العيد، وباقي لنا 3 أيام، فحياكم تعالوا وفكروا معانا.